أستاذ علاء عبد المنصف، أهلا بك أستاذ علاء. أهلا وسهلا. أبدأ معك بداية، لو نتوقف قليلا حول فهم مسألة التناقض بين المادة 143 و380، كيف نستطيع تفسير هذا التناقض بين المادتين؟ مساء الخير. البنية القانونية والتشريعية في مصر فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي كان لها قواعد مرساة منذ سنوات كثيرة، بل بالعكس كان هناك مطالب قبل الثورة أم قبل الثورة بكثير، وكان هناك يعني استقرار للقواعد القانونية للحبس الاحتياطي، بل حدث حراك قانوني في هذا الأمر فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، لأنه كان الحبس الاحتياطي في حد ذاته يشكل أداة وتدبير من تدابير التحقيق كضمانة لسلامة التحقيق الجنائي الذي يتم سواء من النيابة أو من قاضي التحقيق. وكان الأمر برمته قبل 2008 يتعلق بمسألة الحبس الاحتياطي فقط. حصل حراك قانوني في هذا الأمر ومطالبة بتغيير الحبس الاحتياطي، وبدأت توضع قواعد قانونية في قانون الإجراءات الجنائية منذ 2008 تتعلق ببعض التدابير الأخرى بجانب الحبس الاحتياطي، مثل تحديد الإقامة والمنع من السفر وترقب الوصول، بعض الأدوات الأخرى التي تستطيع جهة التحقيق أن تباشرها مع المتهم حتى لا تتحول هذه الأداة إلى عقوبة. وكان الأمر يسير بصورة طبيعية وشد وجذب ما بين العاملين في المجال القانوني في هذا الإطار. جاء القرار بقانون 83 لسنة 2013 الصادر من المستشار عدلي منصور بصفته رئيس الجمهورية ومتولي السلطة التشريعية في ذلك الوقت، ليضرب البنية التشريعية والسوابق القضائية بشكل خطير في مصر، لأنه كانت هناك قواعد للحبس الاحتياطي. ما سبب هذا الخرق الذي قام به عدلي منصور؟ الأصل أن هذه الأداة هي لحماية التحقيق وليست عقوبة تفرض على الذي يتم التحقيق معه. المستشار عدلي منصور بقرار بقانون 83 عدل هذا الأمر. كان هناك قواعد قانونية بمدد قانونية للحبس الاحتياطي أقصاها عامين للجرائم التي تشكل عقوبتها الإعدام أو المؤبد. جاء ليغير هذه القاعدة القانونية وأصبحت المدد في الحبس الاحتياطي مفتوحة، لم يقتصر على مدة محددة. يعني كان لدينا في جزء من الجنح قليل مدة حبس احتياطي، أقصى حاجة في الجنايات تنتهي بسنتين. لا يجوز أن يحبس أي شخص أكثر من عامين في التحقيق الواحد. وبالتالي لما حصل أحداث 2013 والانقلاب العسكري الذي تم، كان من البد لدى هذا النظام أن يغير القاعدة التشريعية والبنية القانونية للمجتمع المصري ومنظومة العدالة المصري. حدث خلل في هذا الأمر بعدة قرارات بقوانين صدرت في هذا الوقت، أخطرها كان القرار بقانون 83 لسنة 2013 إلا عدل مدد الحبس الاحتياطي. أصبحنا أمام نصوص بتحد الحبس الاحتياطي بمدة عامين، وأمام نصوص أخرى لا تتفق مع جوهر الدستور المصري بدرجات المتفاوتة 2014 أو 2012 أو ما قبله، ولا تتفق مع المواثيق الدولية التي صدقت حتى عليها مصر، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وأصبحنا أمام نصوص متضاربة، نصوص تقول أن الحد الأقصى عامين، ونصوص أخرى في تعديل القانون إجراءات بداية من 202 في هذا الشأن من قانون إجراءات بفتح المدد الحبس الاحتياطي في مصر لبعض الجرائم التي تشكل عقوبتها الإعدام والمؤبد.